أهلا بكم إلى عين على أوروبا. بلغاريا دولة مصنفة بأنها أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا وقمعا لحرية الصحافة منذ سنوات عديدة بحسب منظمة الشفافية الدولية، ويلقى اللوم في ذلك على رئيس الحكومة، حيث احتج بلغاريون بالآلاف غاضبين ومتهمين رئيس الوزراء باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي مقدمة، وها هو قد نجا بفارق ضئيل من تصويت على حجب الثقة ويرفض فكرة التنحي بصورة مطلقة. محاباة ومحسوبية جعلت من الحياة في بلغاريا كابوسا حقيقيا لشريحة بشرية واسعة، وهذا هو سبب خروج الناس إلى شوارع صوفيا العاصمة ضد رئيس الوزراء البلغاري في مظاهرات احتجاجية، والرسالة لا للاستسلام ونعم للضغط على الحكومة. منذ عدة أسابيع عشرة الآلاف يخرجون إلى الشوارع في العاصمة البلغارية صوفيا ومعظم المدن الإقليمية، يطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة بدعوى أن السياسة في البلاد تعمل بشكل وثيق مع الأوليغارشية من كبار رجال الأعمال، لذلك هناك فساد كبير لدى الموظفين والمسؤولين الحكوميين. بروليتينا سلاتانوفا وزوجها محمود يخرجان أيضاً كل يوم للتظاهر بغض النظر عن حالة الطقس. عدنا إلى هنا اليوم على الرغم من المطر، لأنه علينا المجيء. نحن ننتمي إلى عائلة عانت الكثير مما حدث في هذا البلد بسبب الفساد والفوضى. أنا مضطرة لأن أكون هنا من أجل مستقبل طفلي. شركة والدي بروليتينا تصنع المصاعد، وهناك محام واسع النفوذ يريد الاستيلاء عليها، وتقول الابنة إنه تلقى مساعدة من مكتب المدعي العام. لم يستسلم والدها للضغط وعرض مشكلته للرأي العام، وفي غضون ذلك فر من البلاد. ومنذ ذلك الحين تشكو عائلته من تعرضها للمضايقة بشكل منتظم. قوة خاصة اقتحمت المنزل مؤخرا، وتظاهروا حسب ما تقول بأنهم أخرجوا من أحد الأدرج عملات ذهبية لم تكن موجودة فيه من الأساس. كاميرا المراقبة صورت المقتحمين. فتحت الدرج أولا، لم ألمس أي شيء. لم يكن في هذا الدرج سوى ملابس ومجلد به إيصالات. فأخرجوا منه كيسا به عملات معدنية صفراء، ثم قالوا لي انظري ماذا وجدنا. تواصل بروليتينا الاتصال بوالدها، فهو مختبئ في مكان ما في أوروبا الغربية، لكنها لا تستطيع الوصول إليه إلا عن طريق الهاتف. الشرطة صادرت الكمبيوتر المحمول الخاص بها. كيف حالك أبي؟ كل شيء بات فظيعا. بل فظيعا جدا. هل تعرفين كيف ينظر إلي الناس هنا؟ يشعرون بالشفقة تجاهي. عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا سيهرب 3 ملايين بلغاري إلى أوروبا الغربية، فقط الشرطة والنيابات العامة والمحامون سيبقون في البلاد. بدأت الاحتجاجات في 9 يوليو على ساحل البحر الأسود. احتج المتظاهرون هنا أمام فيلا السياسي السابق والملياردير أحمد دوغان، والذي يقال إن له علاقات وثيقة مع الحكومة. حاولت الشرطة منع المظاهرة، وفي النهاية شق الحشد طريقه إلى شاطئ دوغان الخاص غير القانوني. الامتيازات التي تمنح للإيغوراشية تشعر الكثير من البلغاريين بالمرارة. الصحفي يافور سيداروف يرى أن المجتمع البلغاري يقف عند مفترق طرق. أنتم تعرفون جيدا بما يتعلق الأمر. نحن نتحدث هنا عن فساد منتشر في بلغاريا، والذي تغلغل في كل مكان ومتجذر بعمق في سياستنا واقتصادنا ومجتمعنا. كان الجيل الشاب سلبيا إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالسياسة، لكن الأمر زاد عن حده ولم يعد يتسامح مع كل هذا. على النقيض من ذلك، يرى النائب البرلماني توما بيكوف من الحزب الحاكم أن بعض المتظاهرين أعداء للبلاد، ولا يعتقد أن الحكومة يجب أن تستقيل.
لسوء الحظ يشارك أيضا في المظاهرات أشخاص من الواضح أنهم غير مهتمين بمستقبل الديمقراطية وسيادة القانون والحرية. لكن المتظاهرين لا يريدون الاستسلام حتى تتم تلبية مطالبهم. سنعلن الإضراب العام طالما أن هذه الرؤوس لا تستقيل. لن نغادر المكان. سنفعل كل ما في وسعنا لحسم الأمر وحتى ننجح أخيراً. تأمل بروليتينا أيضاً أن تعجز حكومة رئيس الوزراء بوريسوف الحالية عن البقاء في منصبها لفترة طويلة. يقول إنه لن يستقيل لأنه لا يوجد بديل، لكنني أعتقد أن هناك بديلاً لبلغاريا. القلق يعتري الشابة البلغارية لأنه بدون حكومة جديدة لن يتمكن والدها من العودة إلى بلغاريا، وهي لا تعرف متى ستستطيع رؤيته مرة أخرى. وكذلك في مدينة البندقية الإيطالية، يئس السكان من فساد الساسة ومن سوء استغلالهم لمشروع القرن في المدينة لأغراضهم الخاصة، مشروع حماية للبندقية من مياه فيضانات حدث وأن غمرت المدينة، لكن أعمال المشروع مستمرة منذ عقدين من الزمن بلا نتيجة، وترافقه في إيطاليا واحدة من أكبر فضائح الرشوة وقرارات لتجميد البناء عديدة، وها هم السكان باتوا يرون أن إتمام مشروع إنقاذ المدينة من الطوفان أشبه بمعجزة. مهمة مونيكا أمبروسيني ليست سهلة، إذ يجب عليها إقناع الرأي العام بأن البندقية على وشك الإنقاذ، لكن مسؤولة الاتصالات في مشروع موسى تعرف أنه مع كل فيضان جديد ترتفع موجة الغضب بسبب عدم الانتهاء من نظام السدود الضخم. الناس متشككون لأنه بعد كل هذه السنوات لا يرون نهاية لأعمال البناء، فقد قيل لنا عندما حدث آخر فيضان كبير الآن قد يستطيع مشروع موسى أن ينقذنا، فلتبدأ هذه السدود في العمل. كان ذلك في نوفمبر الماضي عندما غمر فيضان عارم أجزاء كبيرة من المدينة ودمر مرافق تاريخية على ضفاف القنوات كما في ريفا دي سكيابوني، لكن الفيضان التالي المتوقع في الخريف ينتظر إيقافه بنظام السدود المتنقل، وذلك حسب الخطة. التجارب الأخيرة تسير على قدم وساق الآن. تأخذنا مونيكا إلى ليدو حيث تصب مياه بحيرة البندقية في البحر الأدرياتيكي، ولكن عند جدار الرصيف الجديد تنتهي الرحلة، فحارس مشروع موسى لا يسمح لنا بالاقتراب بالقارب أكثر من ذلك لأسباب أمنية كما يقول. ويبدو أيضاً أن مهندسي هذا المشروع الضخم لا يثقون في عمل قسم العلاقات العامة الخاص بالمشروع. فمشروع البناء هذا كان تحدياً حقيقياً حتى الآن، إذ يجب تمر أساسات بحجم 40 في 60 متراً وربطها ببعضها البعض تحت الماء بواسطة نظام أهوسة، وفوقها سيتم إرساء 78 قطعة من السد المتحرك يزن كل منها أكثر من 300 طن. بعد ذلك كان لابد من تركيب هذه البوابات العائمة الضخمة بجوار بعضها بدقة بحيث لا يزيد الفارق عن 5 مليمترات. عملية التجميع كانت عملاً دقيقاً تحت الماء تم التحكم فيه عن بعد. أعمال البناء مستمرة بين البحيرة والبحر منذ 17 عاماً، لكنها كانت تتوقف مراراً، ولم يكن الأمر يخلو أيضاً من اعتقالات بسبب الفساد والرشا. لهذا السبب فإن مشروع موسى يعاني من سمعة سيئة بين العديد من سكان البندقية. أندغيا بارينا لم يعد يرغب في قبول ذلك، فهو ينتقد انعدام الشفافية من حيث التكاليف والكفاءة. 6 مليارات يورو لمشروع انتقده العديد من الخبراء دولياً، ويقال إنه لن يحمي البندقية بشكل فعال. هذا إهدار هائل وغير مسبوق للمال العام. البندقية بحاجة إلى وصفات مختلفة تماماً لإنقاذها، ومع زميل من جمعيته لحماية مدينة البندقية والمحافظة عليها يوضح لنا أندغيا الأضرار التي نجمت عن الفيضان العارم وارتفاع منسوب المياه في نوفمبر الماضي. لقد جرفت المياه العديد من الجدران، وكانت جزيرة جيوديكا بمثابة حصن، وكانت قادرة على منع حدوث أضرار مماثلة في أجزاء أخرى من المدينة.
كم من المال الذي أنفق على مشروع موسى كان بالإمكان إنفاقه لحماية فعالة من الفيضانات في جميع أنحاء المدينة؟ فبسبب تغير المناخ سيكون هناك المزيد من الفيضانات العارمة مستقبلاً. أندريا مقتنع بأن السدود المتحركة في البحر الأدرياتيكي ستوفر حماية قليلة للبندقية، لكن ما يزعجه هو استثمار الكثير من الأموال في مشروع موسى على مر السنين والقليل منها في الحفاظ على المباني التاريخية. تأثير الفيضانات أقل من تأثير الحركة الكثيفة للملاحة والسفن السياحية التي بسبب نزحها للمياه تؤثر سلباً على مدى سنوات على الأساسات وتعرض أيضاً المباني للخطر. لذا يجب تجفيف القنوات بانتظام وترميم الأساسات، لكن هذا لم يحدث في البندقية منذ عقود. ترى مونيكا الأمر بشكل مختلف، وبالتعاون مع مسؤولي المدينة تعول تماماً على مشروع موسى. فإذا نجحت جميع الاختبارات سيوضح نظام السدود المتنقلة أنه يعمل بدون أعطال، حينها سيتم إسكات كل المنتقدين. سيكون هناك قدر كبير من الارتياح عندما يبقى سكان البندقية آمنين أثناء الفيضان القوي التالي. حتى الآن تمت الاختبارات في طقس جيد فقط. بعد 16 عاماً من البناء والعديد من الانقطاعات، لابد أن تستمر البندقية في عقد الأمل على حماية فعالة من الفيضانات. كنيسة في شمال باريس واقعة، وهي رغم قلة شهرتها من أهم السروح التاريخية الفرنسية المميزة، فهي مكان لدفن معظم ملكات وملوك فرنسا من حقب ماضية، وثمة دعوة إلى سكان المنطقة موجهة للمشاركة في ترميم برج الكنيسة المدمر بسبب البرق والعواصف العاتية، وها هم متطوعون يحفزون الناس على المساعدة في أعمال الترميم بطريقة تقليدية قديمة. لعنة جائحة كورونا الفيروسية يبدو أنها أيضاً تلاحق في بولندا ملجأً لإنقاذ الخيول المسنة، مأوى للحيوانات حمى على مر السنوات نحو 1200 حصان مسن من القتل، لكن ها هو بات يواجه خطر الإغلاق بسبب توقف أموال التبرعات نتيجة عدوى كورونا الوبائية، وها هم العاملون في المأوى يتمنون إنقاذ الأحصنة الضعيفة من مصير قاس ومن حقيقة مفجعة. وإلى قصتنا الختامية، وهي من سلسلة تقاريرنا المخصصة للتعرف على روس يعيشون في قرى وبلدات روسية ريفية. ونتعرف اليوم على رجل متقاعد يبلغ من العمر 72 سنة، يحب الموضة ويخيط لنفسه بنفسه ألبسة بتصاميم خاصة. أما صديقته خلال ذلك فهي ماكينة الخياطة. ركوب الدراجة يحافظ على اللياقة والاحتفاظ بالشباب. فيكتور كاسانسيف مقتنع بذلك، وهو يركب الدراجة كل صباح لبضعة كيلومترات إلى وسط المدينة ومن ثم يعود بها. يعيش المتقاعد في ضواحي كيروف، وهي مدينة روسية قديمة، وهو يعيش هناك منذ 72 عاماً. الحياة سعادة، السنوات التي عشتها كانت رائعة. بالطبع الشباب يعني سعادة غير محدودة. أنا الآن مسن، لكن سني ليس تعباً علي حتى الآن. وهذا يمكن ملاحظته في ملابس فيكتور التي قام بحياكتها وتزيينها بنفسه، وذلك بمحبة ووعي بالموضة. أرتدي ملابسك هذه منذ 20 عاماً على الأقل، ولكن قبل ذلك أيضاً، لأنني عملت كمدير فني في المراكز الثقافية. هذه هي وظيفتي. Thank you.
قوي وراض عن نفسه والعالم، هكذا يرى فيكتور نفسه اليوم. أنا أقوم بتصميم أزيائي على النحو التالي. أزور بداية متاجر الملابس المستعملة وأختار قميصا أو معطفا، أفكر في شرائه وخياطته بحيث يبدو وكأنه زي جميل. هذا القميص مثلا أيضا من الملابس المستعملة، أو هذه السرويل القصيرة قمت بخياطة الخطوط الوردية بنفسي. وهذه الحقيبة أنيقة للغاية. بشكل عام أسمي نفسي التشكيلية غير الرسمية. غرفة المعيشة تشبه خزانة الأزياء في المسارح، وهي تحوي العديد من الكنوز من الأيام الخوالي. والآن عرض الأزياء. الأوراق الصفراء تتجول في دائرة عبر المدينة ثم تستقر في هدوء عند أقدامنا. لدي ابنان، الأكبر سناً يعيش في إنغارسك والأصغر كاهن. الأكبر سناً يكتب لي دائماً خطابات، لكني لم أعد أسمع أي شيء من الأصغر سناً. يعيش في روسيا أكثر من 46 مليون متقاعد، يحصلون على معاش متوسط يبلغ 15,000 روبل، وهو ما يعادل 180 يورو. بالنسبة للكثيرين لا سيما في المدن لا يكاد يكون كافيا للعيش، لكن فيكتور يحصل على أقل من ذلك كمتقاعد عامل في المجال الثقافي. أحصل على 9,000 روبل فقط، أي 120 يورو شهريا. بهذا المال لا يمكنني التسوق باستثناء محلات الأشياء المستعملة حيث الأسعار معتدلة. لكنه لا يريد الشكوى، فهو يعيش في أحد أجمل بقاع العالم. كيف يمكن ترك هذا الجمال وهذا الاتساع والعمق؟ قلبي لن يسمح لي بالانتقال إلى أي مكان آخر. ونحن مدعوون بحرارة للعودة مرة أخرى لزيارة العجوز الشاب فيكتور كسانسيف. إلى اللقاء. رجل روسي يحب الحياة، ها هو قد قال في نهاية التقرير عبارة ألمانية وهي Auf Wiedersehen وتعني إلى اللقاء. وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام عين على أوروبا. نتمنى لكم دوام الصحة، ولكم مني ومن طاقم العمل أطيب تحية.